سي سعي. نعم دابا العرس ديال المعاشات كي كان العرس القديم اه كيفاه ولا هنا ديال هنا 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 انا تعرضت عند عم هذا دار العرس جوج ولده وين داكشي القديم لا قديم بالثمانينات زيد العرس سيدي واقف مونا موجوده مول سواني راه سواني 4 ولا 5 فرق على الجماعه القصاره خدامه المونا باقا ما كايناش تفرق الحلوه مع تاي الوقت اللي تجي ديك الوجبه ديال كرز عدم كرز عندك الجام كدور رجل لرجل جوج رجاله وشيخه وقاعده كل واحد حاط رجل فوق القاعده منهم رجل واحده وكتم ديزا ميزان راجل ومرا رجل واحده لواحد هك 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 بحالك يغيزو في الدرا لا عمرك حضرتي لا بدك العمد يلا 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 واحد ساعة مجانية جيدة ملي تقطع القطعه دوك الرجلين بثلاثه تخطب فوق القاعده اقول صار طم الثلاثه يجيبوا قاعده اخرى هذيك مشات بحالها القاعده وجهها صحيح حتى هي تقول كانت مخزني ما يطرى لها والو عطخبط القاعده على قدها او ترجع صينا ترجع صينا راه لي ثاني ملي تزال الغرامه ولا شارة باقي معطل باش يشوفوا لي مغرم شايد امشي من الزرب اللي هي وتفرج شنيا امشي من الزرب اللي هي وتفرج حيت كان الزون كان الزرب زعما لما كان شايل الخلاص راه دوزيام فرقة اي كيمشي لجيت جيت الشوك تريبيل هذاك تريبيل سميتو تريبيل تريبيل اه اودي تريبيل زيد الغرم الغرامة ماشي عاشد دماطيهم وغرمهم شحال اسي حتى 100,000 فرنك وين كتدير لك في الشرك وتدير لك في لاستيك كيدير لك وكي تدور كي تشوف انت كيدور ويديرها في العصا وكيقولها هي من عندك واسمع ابو لا السلطان واسمع ما ترد واسمع ابوه واسمع امك واسمع قبيلك وانا من عند سي الحاج محمد وولد الحاج حفيظ وولد عمك وحبيبك ورفيقك وعزيز عليه وقالك تستاهل من تال فرنسا وراه جاب هو وداره وولاده مرته راه غرمت عليك تلفزيون وثلاجه هو راه غرم عليك 20,000 وبنته راه غرمت عليك ناموسيه وما نطوب ما داك الاخر كوكو فرلي سميتو منك اللي يقلب على سميتو تاع راسك انا البارشا شفت لك الاولين تبارك الله عليك الله ينورك بينا ولكن هذيك الساعه ما كانش التلفازه اه التلفازه ما كانت التلفازه التلفازه راه داخله في الستينات وين كانت هذيك الساعه ابيض وكحل امال ما التلفازه احنا نسويها السباغه التلفازه نخلوا احنا على السباغه درك لا ما عندنا ما نديروا السباغه السباغه راه دابا ممنوعه وما خداماش وفيها النكوتين سميتو نوكوتين نوكوتين اه هاو ديال النوكوتين واش تقولوا لي نتوما النوكوتين ايك هو تنفوتوا النوكوتين درك اه نعودوا معاك دراري لا حاشا عندنا في الشاويه بعد شي حد كيبرزت العرس كيهبطوا للمطموره هادوك عندنا تما عندهم حساب اخر هادوك عندهم حساب القياد اللي كانوا دار استعمار كانوا يديروا المطموره هادو عندهم حساب السي عيسى كان يبني عليهم الحيوط والله يجيك راه كل بلاد وزيها وكل حسابها دابا هنا ما كاين البنيان البنيان الله يرضي عليك الا دخلتي للشاويه تسيبي مفور قص على فروج يقول لك عندنا جيت على غير هذا قبل قبل الساعه طير قص عق وفروج دخلت للشاد ما فتي تلمست وبيركوات وحقت الحد دخلك الراجل دير طاجين يقول لك ديال المعزي 100 غرام معزي و100 غرام بصله و50 غرام زبيب وطيب داك الشيء بشي زويته وحيد بالك من اللي يحطوا لك صاحبي باغي تسوني والنشبه واش يقول لك واش مرحبا بالساعاتر من نفس الكازا واضرب لي دم عندك الجوف والقلب يا ودي القلب والجوف ديال اللي دا موت هاك البصله لا شميتها ما نفخت من القلبه ما اكلتها رانا مقلوب نيت وشوف وتحضر النية وتاكل 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 وشيطلك ولكن قبيلة سيدي شفنا الطواجن كتير وفيهم شلة مكلة هذاك راه الشر ديال حق قدور قال لي ما ديروش طياب الشهاد بل شوية شوية كياكلوا الزرع راهم لا درتوا المطعم قليل غضبوا مبقاوش يجيو والعيام يتحبس ضوبلوا الطعام وضوبلوا الزياده وضوبلوا الطواجن وضوبلوا الخيرات هاك الشيء كلشي مضوبلوا ان السبب ديالو استقدور الله يربحو ولا بدا يضوبلوا داكشي اي ضوبلوا واكثر الزياره مضوبلوا وين كدوز عندو والله ما شفنا والو حنا
شنو زعما هو اللي كيخرجكم؟ لا لا كاين شي حاجه تحت ميده. الله يرضي عليك. هذا عارف قول دق دق. دق حميده دق. قلنا سيدي العرس المراه القديمه اش كانت كتلبس؟ بكري. ايه ما كان لبس واخا انا ما عقلتش فيه، معاودين لينا كانت برناطه. سميتها؟ برناطه واحد الثوب كان بحال ديال الباش. كان بحال جلة بيده، كان خيطوه وداروا لي واحد السفيفة من هنا برناطة بوحدة صولو ما عنده والو، واحد شديد صافي ويجيبوا لي واحد جوج كيلو ديال التمر ولا الشريحة يزلقوهم لها بعنقها. ليه زعما؟ هذيك باش تكون حلوة في الخيمة ما بحال هاك السلعة. عاد الكرمة دايرينها المرسيد. وهما معلقين لا ذاك الشيء كارم ما بقاش ماشي خضر، كارم. ليه زعما كارم؟ التمر والشريحة حلاوة للدار. زعما باش تكون هي حلوة. والغد هذاك الشيء يديروه في الطباق وياكلوه وكانوا ياكل منه وهذيك النية بلغهم العمل. المرأة ما تعرفش الراجل نهار تاخذه هو ما يعرفهاش. يجيبوها كي الأمانة. وتجي تحشم من راجلها ومن شيخها ومن عدوزها وتحشم منهم تتولد الاولاد وما تردعش قدامهم، ولا كانت حامله مدرقه كرشا، ولا كانت غادا تحلم مدرقه كرشا ما تمشطش قرونها ومغطي راسها بشونها. واليوم زمان خر. لا خلي خر اليوم، قول لي يا شريف والعريس اش يكون لابس؟ العريس العريس عدو لا هو كان شويه محلق راه يشري التمير ما كانش يتلفو ويصبنو في البير يشتب عليه وقال ناصر وسمه وديك الجلابيه اللي غادي يلبس. وملي بغاو يروحوا كاين العريس اللي هو ساهل كيسوقوه يقراو وجايبينه، كاين اللي هو معفرت كيديروا ليه شد قودو بحال البكر اللي باغي تبيعيه هو يعرعر باغي يهرب. علاش باغي هو تلخو مني تلخو مني فين غادي نبيع؟ لكن ولا اللي غادي نبيع قلت لك تلخو مني ونطيح في البير. هذا عريس هذا عريس ولا مجرم؟ هو مو مجرم حتى هو ما عمرو شاف الخير ما عمرو شاف الخير. هذا حاضر ليه الدسعي عاودي جا مقدمه. قول لي يا سعيد. نعم. عمر الجدرميه جاو للدوار. ما كاينش الدوار في المغرب اللي خاطينو الجدرميه. الجدرميه خدامين مع الناس مالين التليفونات. قالوا الشاف كدير عرفتيني؟ الا انا وعميرات اللي كنت نكمي وحيت الكيف. اي اش كاين؟ عندنا بالدوار كاين شي تنقنيقه ديال شي حاجه رجعت طويله البارح في الليل نقول لك جوج نقول لك ثلاثه كنت فايق راقد فوق النادر وراه حطوا شي حاجه ومشاو وعد من تجي وعد موريك عد من صافي جدرميه هذاك وعينيهم وضوهم ولي وريهم كل شيء. ما الجدرميه في بيرو فين شابوا شي حاجه بالدوار اللي ورانا؟ انت دابا بارك هنايا الشاق سمزكزو لك صاري فيه؟ لا راه لا لا خاطينا البركاكه بحال مقدم عندنا عنده 96 القديمه ها هو دابا في الدار هذيك 96 اللي ما كانت تبدل ما تبدل وعنده دابا جوج تليفونات واحد مخدمه المقاطعه واحد مخدمه التبركيكه بالدوار. دابا عنده الدري دابا صغير ملي صوني كيقول لي شكون شفت المراه اللي طلعت شكون تقول لي هذا من الكليان كيقول لي دوزي ليا ها الواش كاين ها نقدم ها ولد قادر واحد العجله راه كاع ما راحت ليله مع البقره وقفت شفت عيو صباحي في شي عاد القايد خاصه هو ما يبلغ القايد سالوا دخلوا مقدمين يدخلوا يقول اش كاين كاين لا سيدي هاني انا جن بعدي هاني راه خصها واحد العجله ما راحت خيمت من امبارح كتقرا داخلي هذيك ما جاتش. قلت لي دابا حصلوا شي حد كيردوا ليه راه ظهروا رطب من كرشو جدرميه ما يقيلوش ويطحنوه ويغيزوه ويتموه ويلموه ويقرب اللي في قلبه وقال لي من اللي دخلوه بدا يقرب قال لي قول قول لي قول لي اقول يا القديم خلي هاد الجديد راه حنا عارفينه وانا ما عارف والو قال لي قول يا القديم اللي داير هذا بدا يقول لي في ذاك الحي القبوري واخا نكون خاون عجاجة على البيض قربيها قالوا ماك البيض ما ديتيش وديتي عجاجة قال لي البيض ما صدفاش نديرو خاف تكون فيه الفلوس ونحصل ديت عجاجة اللي قلت لقيت معاه الصباح هذاك ربكت عليه مشيت فطرت بدا ديك الصغيرة يقربيها هذا واحد السيد جرى وجارة جرى وجارة وحرط وكسب وكبر الاولاد ونهار الاولاد كبروا ولاو قادين على راسهم قال لهم وليدي انا خليتكم رجاله خلوني انا نشوف الدنيا كي دايره وركب على عودي ونترى المغربي ونشوفوا كي داير قال لي ابو الحمد لله احنا قادين براسنا شري العود ولبس السلهام ولبس الحاج اسمه القبطان ديال الملف والكسوه وهز الجويجه وعمر القراب الويز
وعطى راسه قبل وصل على رسول الله المغادي يبات فين ما بغى السيد الوحش موجود ليله هنا وليله هنا. هذاك النهار في يوم الله غادي العشيه تلاقى مع واحد الرجل في الطريق، الرجل مول العود عطينا نشرب في حق الله رانا ما نشوفش. قال له وليدي انا براني والما مسموم عليا راه باقي ما عمرت. قال لي راه كاين واحد البير في الطريق ومغروس 11 يعطينا نشرب في حق الله. قال لي لا كان كاين شد في الدير ديال العود وتبعني حتى البير لحقوا البير. قال لي كاين. قال لي انا غنهود نعطيك تشرب في حق الله اللي قلتي. قال لي ويخلصك الله احط كل شيء بقى في التشامير هاود يرتب الحق القاع ديال البير بدا يسربك في الماء. طلع لي ذاك اللي قال لي اعطيني نشرب انا بصير. كان واحد مصبن عريض به شي متر ونص كركبو. قال لي هاك بحق الله تم لي ذاك المصبن يحرك في البير. بجد الله تحرف وقف في الثالثه ولا ثلثين ديال البير ما لحقش الراجل ما اداش بحق الله. هذا قد العود ودا الويز ودا الكسوه وكل شيء زاد بحال هكا. جاو جميليه غد دلا ودو تحبس. قال واش هادشي؟ قالوا حجره طايحه في البير داك المصبه اللي كان هنا. قال كاين شي رجال راهو الحبال ما كان لا قنبله والو الحبال هاودوا رتبوا حزموا. قال حزموا الحجره طرفوها. قال كاين راجل تحت راهو هو الاول طلعوه بورش سخنوه وكلوه. مالك ما دواش معاهم؟ مالك ما دواش معاهم؟ مالك ما دواش معاهم؟ قال هذا مسطي ولا ما عنده عقل شطريك تم غادي عاد ولادو كل ليله يبات في بلاصه ما لحق عاد ولادو حتى الحق داك اللي عطاو تلبس تشرق ورجليه عامرين شوك وكل شيء. قاويلي ابويا مالكوك؟ قال لي حيت هما عايشين وصايبين الزرع موجود الناس راه سيرات تموت بالجوع وكل قدام راه ما صايبين ما ياكلوا وحنا الزرع دافنينو في الارض نطامر ياكل فيه التراب. الا كنتو ولادي ملي نصح غادي نديروا 5 جمال ولا 4 ونديروا الاسواق كلهم بعيد وقريب ونديروا الزرع للناس. قالوا صافي يبقاو ينقوا لي بداك الشوك تبروا لي رجليه وعاود تصبط ولبس ووقف على قدو وصح جاب الجمال الخير موجود. ساروا من سوق لسوق جاب الزرع سلامك شحال الزرع؟ ريال ونص. ريال ونص العبرق. ريال ونص العبرق. توقف قدام اخوي واحد دوار مول العود للدليل عود والسلهام والقفطان والمال عرفوا ولادو ما عرفوا. قالوا لي ولادو انا شري هذوك الحوايج اللي كنتي لابسهم. قال لي مولا فلوس هذا يقدر يشري اشرى شي من السوق انا بعته واشرى. زعما قالوا لي هذا راه ما قالش ما اشرى ليا. قال لا هو ما قالش ما اشرى ليا اشتري حوايجك الوالي. اي واشراه مولدي من السوق راه فلوس هذا فلوس واحد يبيع ويشري ترى قطن وراه لبسهم. هو ناكر عليهم ناكر زيد وشحال زرع مول زرع؟ قال لي يا سيدي كان بيع بريال ونص على الخير اللي داير فيا ما نساش خذ عبريال تو ابني عمك انا داير فيك خير. قال لي ما فكرني فيه. قال لي علاش نفكرك فيه؟ انا اللي عقل عليه وديرو بقلبي انا شتك عقلت عليه حيت عقل عليه. ولا جبنا كيفاش خاطو الزرع شاف حالته وقال لي ها لا دريسها لا خاصك تا ابني عمك ديال الخيمه رانا في القبيله الفلانيه بحال. قال لي ولا كان برشياد ما قال لي رانا بولاد سعيد ولا مزام زا ولا مذاكرة ولا المهم كمل الزراعة. جا عند المرأة قال لي تعالي مرته وداك شوفها تقال لي واحد ربع لي الزرعة بريال وقال لي مصرف فيه الخير وانا عمر الخير ما صرفته بشي واحد. بس يكون ما كنت مصرف فيه الخير غادي يقول لك ورتا غايش نهار صرفتيه. قال لي بادن ما عقلش على الخير ابد تشوفو كان. قال لي بادن قلت هذا مصرف فيه الخير وعقل عليه. قال انا غادي نمشي عندي مع عندك ودي معايا فلان. قالت له فلان لا ديتي معاك وجاب الزرع بريال ونهار يجي عندك هو ودبح لي بهيمه. فلان عنده بهيمه ما يذبح عنده باش يلقاه وعلى ظهرك انت يدي الزرع وسير راسك ودي جوج جمال وعمرهم وجي وبيع لهم هما. قال لي راجل وسط امشى قايس سول ويبات في الطريق حتى وصل عندهم القاه مرحب به ربط الجمال شدوا العود ذبحوا لي بهيمة شدوه 3 أيام عمروا لي الزرع ما قال لي هم ما قالوا لي شاف حالته. زاز الثاني واحد شهر ولا شنو ورجع ايوا يلا بات الليله الاولى هو يسول السيد. قال دخلنا عليك بالله والنبي رسول الله لما قول لي الخير اللي مسرب فيك راه ما طاحش في البال ديالي ابدا راك برزت لي ما برزت لي راسي. قالوا لي دخلت عليا بالله انا خا ولادي ما قايلاش لهم مرتي ما قايلاش ليها. قالوا قولها لي انا اللي دايروا فيك هذا الخير وعاقل عليه. قال انا اللي عطيتك الماء تشرب في حق الله من البير
ودردبتيني في البيت وكركبت علي الحزرق وما بلغتنيش بجهد الله. قال لي بقيت حي، قال لي بقيت حي، وقال لي دابا عودك ها شغل. قال لي شوف وليدي، أعطاك الله ما أعطيتكش أنا، أنا الله رعطاني عمري بهالتني. واتناص الليل سيد سبا سيد الشخر خافي الحق العودي في قبيه، هود على رجلي هرب. هاديك جريتو حق عم قدد بالشطاب الخيم تمارك حال دار سيمانة ديال طريق. قلت لي مرسو تماك جيتو، قلت لك عمر خير ما درتو اش كاين. هذاك هو اللي جيت العود ديالو السلهام ديالو القبطان ديالو اللويزي هو. قلت هو يوم اخر قال لي راسو قلتو، قال لي انا هو. وخفت ولادو راه ما كان بكران الا شدوني قدوني. قالت يكون عينهم فوق قلت لك المشيه الاولى، كون عينهم فوق يقلعوا لك العود النهار الاول. راك تخلعتي هذوك دار كبيره سير. قال لي والله ما نمشي. قالت لي كاينه واحد القضيه تمام، غادي تدي بنتك تهديها ليه وصباح نسيبو ورا غادي ينسى داك الشيء وغادي يجيب زرعك وعودك وحوايجك وشغلك اللي وليتي معروف بالقبيله ما كان لبسه ما يكسبها حتى واحد. غلبت عليه الغد دبروا على اسمهم مشاو داو الدريات داو الحمير غادي ننغزو تا بلغو داو حوار تاع السمن منوك وداو حولي منوك ودخلهم انا عاودوا لي راه ماشي تجري لا تا يعاودوا لك هكذاك لا تقيد عليا مقال لا لا تقيد مقال على باب شقال الله يبارك لك وزيد تقيد لك اصيب القال زيد ايوا سيدي لحقوا الخيمه لقاهم مرحبا بهم دخلوا العيالات هاد العيالات وتخرج العاد راجل ذبحوا الحولي شدهم ثلاث ايام ايوا نهار ثلاث ايام خرجوا وعطاه زرعوا وعطاه شغلوا وعطاه وعاودوا وعطاه لباسهم. قال لي انت هاي تخلات يا واحد. قال لك قال لي سير وليد الله يعطاك بانا انا الخير مولود سر على سبب احنا سبب سير الله يعطاك سير بحالتك. خرجت المراه مراه ما خرجت. قال لي نهار جيتي جو معك عيالات. قال لي هذيك مرتي وبنتي، بنتي هديتها لك نولو نساب باش حدك غضب اللي بيني وبينك. قال لي واسمك؟ قال لي اسمني حمو. قال لي سبحان الله انا اسمني حمو واني انا حمو الصبار وتحمو الغدار. بنتك الا بقات في الدار تقتل الكبار والصغار وتجي عليا انا من الدار. ادي بنتك وسير بحالاتك والله اللي يخلص كل واحد وسد ما جمرك الله يخلف. وحمو الصبار وحمو الغدار الغدار بنته ما تبقاش في الدار تقتل كبار وصغار وتجري على تشيخه من دار وما لقاش عندك واحد 12 مية ندير بها بو سيار تاع الصباح وغادي نصرف عندي فلوس برا. كيفاش المعاشات مالهم؟ المعاشات شخوشه، المعاشات كرامه، المعاشي الا جا ضيفو يتلف ما يقلع اللي جا ما يحط عليه، اللي عنده في المرح الدور يجرى لضيفو. عندنا واحد من الدوار يقول لي ولد الحال طار ملي كيجيو جدات للركب يلقاو تم ويولي الغلم الماعز حبيبي ركوه ديال يسقوا فيها الماء متكيه يسحب معزه تيذبح حيد ودن سرح رب وانت تعالى. قال لي انا باغي تذبح ليه والله لو قبت عشان عندنا الله يسير صبي. شوفوا الضيف يترك صبي يقول لي مرحبا خصو يشبع ضيف لا يشبع والضيف اذا كان مريض وجعد معاشات خصو ياكلو تيشبع تيعرق صبي. قال لي سبب لي عنود حالو على كانوا عرق عنود حالو مرضو خلاتهم معاشات. عندنا عند جمعة فوكو دابا هي المخيرة في اسواق المغرب. عندنا واحد شفناه يقولوا لي شتوكي الشنجة كيديرها رقم 86 كبيرة زعما الكيلو في ثلاثة. عندنا ياخذ داك الكيلو تاع الشنج المعاشي ويدور مار شريان يدير قبو ويعطي وجهه جات الحائط وظهروا القهوة باش ما يعرفوا حد. كيقول لك طفي وحده وخلي جوج بلا طفيان. طفي وحده وخلي الاخرى شاعلة. لا ماشي شاعلة غير ما مطفياتش. زين سمعتي ايوا المهم كيفطر الى عرفوا شي حد من ظهره يغوت عليه. هذاك سيد العربي وا سيدي محمد اش كيدير لي بصبعو ولا امن الله ورب هذاك ريزو هو من لا سير ما ناش فارغ لك درك ما تجيش درك انا ملاهي ومن اللي الثاني كاع وتلاقى معايا يقول لي تخوت وتخوت هي وحدك راجلك معاك ربعه كاع باغي تدخلهم وراه وحده خافوا ما يجيش خافوا ما يجيو لي قوة عليه بنادم الشفنجات يهجم ويلي خليهم ليه. كيفاش قلتي لي السكوت مالو؟ السكوت حكمه سكوت حكمه ومنو تفرقوا الحكايم ومنو تفرقوا الحكايم كون ما قرقر ولد الحمامه ما يجيش كون ما قرقر ولد الحمامه ما يجيش الحنش هيم ما يجيش الحنش هيم قمو صرطه وداه شكون هذا اللي قال مو داهز بودار
درقة تشكون هذا بو درقاسي راجع لك شي نهار تشوف يكون بعيد منك 500 متر وتشوف الفرحة اللي غادا تدركك هاو نزيدك ليه انت شوف تالي عندك الكاميرا تحب راسك غير تصور فيه ولا يطلع لك بظهرك يتشمش انا متايب الاودي انت يا مضمون اللي كان خاصك دمروا لك مول الزيتون واللي زادك في الصحة والفنون جيتي هنا يا رقراقة والمعشو سيدي علم معشوك هذه راك تسمى رجال فغال راك غادي تدير فيها رماق وفيها الخيل والبغال وغادي تدوز عليك الحال وغادي تدير بقرة وتدفع الحليب وانت يا هذا الرجل تاع المغرب كله حبيب الله لا دات عندك تصرف على شي طبيب واليوم غتاكل واحد الطاجين بالزبيب لا ما كاينش حنا ما نديروش الزبيب هنا هنا اش يديروا كيديروا اللحم والزيتون مفرشخ الزيتون مفرشخ ايه وكيتبعوه نعم سيدي الكوسكوس بالقرعه دوكاليه هي ملتات سيدي بالنور وجايه في هاد الفراجات كدور حتى الحق هنا وتنكت في السوق الحد ديال الدرا حد ديال الدرا وتما فين تفرقع الطلب وقدره وبداو يديو فيها الكيلو ويجيبوها كنا داوين على الزغروت الزغروت سيدي فيه حتى الاخر ديالو ولكن كاين اللي رفع من الزغروت ونمره اخرى شنو هو؟ البارود البارود المكحله بلديه يعمر المكحله دير فيها اربعه سبع ولا خمسه ملي يهزوا القصعه ولا الطاجين يعمر عماره ولا جوج يخرج مع المونه ودفع المونه القور لركب والمونه ما تفرقش يجي المقدم ديال الاعلام وبلاتي الله يرضي عليك لا تزربش عليا دابا واش هو كيهزوا واحد يهز القصعه ولا الاخر يهز مكحلته ويجيبها في القصعه ولا شنو؟ واحد ما يهز القصعه ما يقدش عليها قصعه كبيره فيها بزاف طعام وفيها بزاف خضره وفيها بزاف لحم وفيها تقريبا 100 درهم عدل ما بين الفانيد وشوكولات وحلويات وبيض مسلوق وداك الشيء باش مديرنا طرقان من الفوق 2000 ريال على طرقان على طرقان الفوق التلوين والسميده شحال السميده تضرب على 14 كيلو 16 كيلو ويلي ويلي هادشي كله تاكلو ايوا كيلو سمن ولا جوج فيها كيلو سمن ولا جوج لا كان عندو عامين كيلو حيل كان عندو الله عام جوج عشيرة ياكلوا لحيت مهود معاه السمن بحال سيري كريسي في البومبا واش كيدير كيشد كرط لحيته ويلحسها داك السمن اش غنقول لك اش غنقول كيعود عرفت اش كيعود هذاك السمن كيعود السمن هو راه سمن كيعود سمن كي هو سمن كيعود سمن 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 لا حاشا ما تنسى حتى هاد النبحة هادي خليها الغرباوه ملينا السوق وبداو الهيت اقول هو 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 هذا بالكبرق وطاح الجرح الاطلاق مرقدو يا الحرازق جيني موجهم تصدر بتلع الفراجق يا عاود يا علاش عليك الوراجة خليك رجلك عاقرة زين تعني قاول عنك انا يا ويلي مقواني عاطرة وهنا امرو يتكنى بالدال والدال خلق الله الواحد القهار والدال خلق الله الوحيد القهار يخرج من الظلمة ويدخل النار يدخل من الظلمة يخرج من الظلمة يخرج من الظلمة ويدخل النار النار نعم وسميته الدال تكنى بالدال الحرف الاول هو شكون هاد السيد هذا ما تكون على الدواره ملي تحيدها من الحوله ودير قطبان فوق العافيه الدواره خرجت من الظلمه ودخلت للنار هي الدواره هي الدواره زيد راه وحده اخرى خبرتك على امر وصول سما باللام امرو يتكنى باللام واللام مغروسه غريس النواله واللام مغروسه غريس النواله اول اعتارس واخر حواله اول اعتارس واخر حواله سميتها سيدي باللام باللام عمس هي قول لي طيح لا يا شقون طيح شقون ما عرفت فين نسدس قالك نعم سيدي اللحية أول اعتارس كحلة وخرى حوالة بيضة من الاصبيان كتعود بحال هاي دورة حاو غاتك استرت زيد السيارة الأخرى خبرتك على أمر صوته سما براق أمرو يتكلنا براق ورا دارت حيلة باش تعيش ورا دارت حيلة باش تعيش هي مقزبة وتاكل في مولات الريش هي مقزبة وتاكل في مولات الريش أمرو يتكنى برا برا قزبة دارت حيلة باش تعيش دارت حيلة باش تعيش وتي مقزبة وتاكل في مولات الريش هذه هي من الحيوانات ودارت حيلة باش تعيش وتصير راجل قداش ناوا وما عندوش حيلة باش تعيش هل تقول لي مدرة وباقي ما خدمناش رحنا ندور ما كلمات والله سيدي ما عرفت هذا الرب الله ارتيلة ارتيلة كدير العش كدير العش وكتجي شي نحلة ولا دبانة بريشة تلتقتم
كتنوض ليها الرتيله تعجب بها اللي هي كتفرس بوها تما تقول لها رزقي يا ابو الله تلعدي راه وحده اخرى تما تنفشهم شي انت فين غادا مزيان معاك البركه في رمضان كاين راجل اللي نهار سبت تفرج فيك صحاب راسهم غدي توكلنا سيدي بالقاف توكلنا بالقاف والقاف عنده ربعات الفراده يحرطوا ليه والقاف عنده ربعات الفراده يحرطوا لي داكشي اللي زرعوا منه زرعوا فاصفات تاكلوا الدوده وتخليه داكشي اللي زرعوا من زرعوا فاصفات من زرعوا فاصفات تاكلوا الدوده وتخليه هو سميتو القاف اه والقطن الا هو القوق الا هو القوق تاني الا ما باغينا نرشمو لك راه ما كنرشمو لك جوج صبعنا اش كيديروا شكون لا والله ما عرفناش كاينين النقاله ما عرفناش عندنا عاد نصدوا ربعات فرادة هما صبعان والبلاد هي قرع ربعاك يحرسوا ليه داكشي اللي زرعوا تاكلوا الدودة وتخلي كلشي يصبح منفر توكلنا بالشين توكلنا بالشين والشين ما عدو دروس والشين ما عدو دروس عدو 12 جناح وجو دروس عدو 12 جناح وجو دروس وجو دروس اش مبخرين ولا بلاش اسدم منك ليهم انت فوريهم تضرب زيد وين ما عرفت اجسي اه ما عرفتش هادشي ديال الروس وشوف توكلنا بالشين والشين ما عنده دروس والشين ما عنده دروس عنده 12 جناح وجوج دروس عنده 12 جناح وجوج دروس الشر تاع العود عدو دوك البدات 12 هما الجناحين والروس هما اللي قدامي واللوراني واحد قدامه واحد وراه واش يدرك خيال مع راسك ما كاينش خرجيش انا وحده اخرى كبر بلاتي الشريف قلت لي توكلنا باش هذه اللي قلتي دوك ومشات اش غندير لك توكلنا بالباء كنا بالباء توكلنا بالباء والباء تم الصح تم لي فاده وتم والباء تم الصح تم لي فاده 8 صح و8 زياده 8 صح و8 زياده 8 زياده وهي سميتها الباء الباء هاد الخبيره عندها تقريبا شي 120 عام قديمه قديمه مخبره بحوكش شكون هاد بحوكش كان يدير الحلقه في 16 قبل ما تدخل فرنسا عاود لي بويا وكانوا يدوروا به الناس ويبركوا وصنتوا لهذا الخبير كانوا مبليين به الناس كلة الباز على راديو ولو وسميت هذا الباز الباغ شنو هي الباغ والبا تم الصح تم الإفادة الباغ هي البقرة الصح والإفادة هي تخدم عليها وتولد لك وتحلبها وتنخضها شو شحال من حاجة فيها وثمانية صح هما الفراقش هادو أربعة القدام وأربعة اللور وثمانية زيادة هي الفوقانيين أربعة القدام وأربعة اللور هادو ما الزيادة اللي كاين الفوق شايفهم لا لا ودي أنا ما كنت سارح وثمانية ساسة حية قاصيبهم سارحة بالدوار كيفاش قلت لي المعاشي مالو واش وقع لي هذا سيدي واحد المعاشي عندنا وقعوا ليه جوج قاديات قاضي الاولى جاو عنده شي ناس من المدينه بنت وباها نهضا فيهم هاد العدوه ما خلاو تطبيب ما قداوش فيهم وجاو عند شريف البنت لا تكبر قاريه مزيان وداكشي قالت لي واش هذاك الدفال اللي غادي يدفل عليا غدا نبرى به قال لي ابوها سكتي هادو معاشات يحكموا بالجهل وعرفنا هادشي المعاشي قال لي شوف غنهيب لك تصح وبنتك راه ما تصحش وغنهيب لها حيت ما فيهاش مني الا هيب البوها هيب لها هي بوها صح ويا قاسم خنزره دازت ايام در هذاك الشيء تقول لي ابويا عاوديني عنده قال لها صافي رضيتي قالت لي رضيت جاو بقاو داخلوا عليه وجابوا لي شي حاجه كبروا به شي كسوه قال لي الدريه ما تعرفش وما ديش عليها واليوم رحنا مسلمين رجال البلاد قال لها دابا دير النيه قالت لي دير النيه قال لها صحي غوت على جدو بخليها قال لها يلا سيري بحالك دير الصينيه انا ثلاث ايام ما تشربي اتاي ما تاخذي الحلاوه ما تاخذي شي حاجه ثلاث ايام مشات حالتها صح ولو بخير جهلت واحد العجلة بالدوار فرق على الناس الدار راسه الكرعيل داره ناد واحد البياع قال للمقدم مقدم صباع الجدر من جا قال لهم لا تسال على الشريف اللي عندنا بالدوار ريام سوزع واحد الدروبة وجهلة أما الجدر مياه سبقوه جاو الدوار جاو على الشريف خرج عدم قال لي وزدت ايش بقرة جهلة البارح قال لي ايه وقال لي انتو عارفين جرم منو وبقص العباد الله قال لي وما تعرفوا شيء احنا المعاشات كان حكموا فيه ما يتمل الملك من بلاسطه قال ليش بقى عندك منها قال باقي قال لي الراس وجلده باقي الكرعين
قال لي انا ذاك الراس وطلع الجيب جاب الراس مكمد على الخنشه طلع الجيب هاكدو به السبيطار صاب واحد ميريكاني جا تما كيدير ستاج عطاو ذاك الراس قال لي هذا فيه السعر ولا ما فيهش شوف قلبي لينا قلب الراس دوزو في لابارايدر هذوك التحليلات كيديروا قال لي هذا مجهول وي في جهل قال لي كيفاش الراس مجهول وقلت لنا ما فيه والو قال لي هذا الراس مجهول قال لي مجهول قال لي اروني قال لنا باراولي بخليف نيوفو وبخليف فمه وبخليف المذبح قال لي سير دير كان مجهول وقطعوا راسي انا مشاو داو النصراني قال لي قلبوا قال لهم بلا جيبوا لي اللقل فينو قال لي راهو هذا قال لي لا هذا ما فيه حتى حاجه هذا قال لي راه هو كان موت هو راه هو قال لي هذا ما فيه والو وصافي ردوا الشريف الراس قال لي دار ميا اللي بغيت نجيو غدا وتغداو بغيت نفور لي بغيت نديرو مرقه قال لي ماك بالله واش راه بعد منا قدم لكم برنامج ريحه الدوار.